نستكمل على بركة الله صفات الشخص اللي محقق لذاته هو العلاقات الاجتماعية. حقيقة الأصدقاء المحققين لذاتهم عادة تكون قليلة وليست واسعة، كون أنه المحققين لذواتهم أكثر قوة وعمق في اختيار الأشخاص مما هو عليه بالأشخاص العاديين. كيف أنه أشبه به أنه شبيه الشيء منجذب إليه. فعادة المحققين لذاتهم ينتقون أصدقائهم من بين الأشخاص الأكثر صحة ونضجًا، كما هو الحال عندما نختار أصدقائنا اللي نتشابه مع خصائصهم أو تشبه خصائصهم خصائصنا. أيضًا الصفة الأخرى هي الإبداع، فهو أصلًا ماسلو درس ناس مبدعين، مو شرط اللي يكونون منتجين، يعني مو شرط اللي يكونون فنانين، لكن هم عادة لديهم القدرة على الابتكار والأصالة في الأفكار وفي مظاهر الحياة المختلفة. الشيء الآخر هو التركيب الشخصي الديمقراطي. فالأشخاص اللي محققين لذواتهم هم حقيقة متسامحون جدا ويتقبلون الناس الآخرين ولا يعبرون عن التحيز العنصري أو الديني أو الاجتماعي. عادة لديهم ميل للإصغاء والتعلم من الأشخاص الآخرين، لا يتصرفون باستعلاء مع الذين هم أقل منهم تعليماً، لكن هم قادرين على أن يصلوا بأنفسهم بشكل صريح ومتواضع. النقطة الأخرى وهي الأخيرة هي رفض الضغط الثقافي. فالأشخاص اللي هم يتمتعون بالصحة رغم أنهم ذاتيين ومستقلين ومكتفون بذاتهم، لذلك فهم أحرار في مقاومتهم للضغوط الاجتماعية والثقافية اللي موجودة حولهم في المجتمع الذي يعيشون فيه، وعادة لا يميلون لا للتفكير ولا للسلوك المرسوم لهم. قبل قليل أشرنا إلى أنهم يكونون مبدعين، بمعنى أنهم لا يسيرون بالطريق المرسوم لأفكارهم مثلا، لكنهم عادة لا يتمردون على المعايير الثقافية الموجودة في المجتمع، لكن هم يتحدون القوانين الاجتماعية. أو أنهم لا يتحدون القوانين الاجتماعية عن قصد، وإنما بعض الأحيان تكون نتيجة المواقف التي قد يكونون فيها، لكن هم عادة يتصرفون على طبيعتهم الداخلية وليست على القيم الثقافية. الآن يتبادر إلى الذهن سؤال: لماذا لا يكون تحقيق الذات صفة شائعة عند كل الناس؟ يعني لماذا لا ليس كل الناس محققين لذواتهم؟ أو بتعبير آخر، لماذا لا يكون كل شخص محققا لذاته؟ حقيقة ذكر ماسلو مجموعة من الأسباب تجعل ليس كل الناس محققين لذواتهم. الشيء الأول أنه تحقيق الذات هي من الحاجات العليا، فكل ما ترتفع الحاجة في سلمه الهرمي تكون أقل فعالية، يعني يبدأ الاهتمام بمن بقاعدة الهرم. يعني لو صار وين أنه تحقيق الذات فيه هي قاعدة الهرم، لكن لاحظ أنه كل الناس تسعى إليها، لكن بأنها هي قمة الهرم يكون الاهتمام بها قليل. أيضا السبب الآخر ما يطلق عليه ماسلو عقدة يونا، اللي هي عقدة النحس.
وهذاك انه احنا دائما متخوفين وشكاكين حول قدراتنا وامكانياتنا، بمعنى نحن دائما نتهيب من امكانياتنا العاليه رغم انها هي موجوده عندنا، لكن نتخوف منها رغم انه نتاثر بها، لكن الخوف هو الاسبق من 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 تحقيقها. السبب الاخر ان تحقيق الذات يحتاج الى الشجاعه، وحتى عندما نشبع الحاجات بالمستوى الادنى، يعني الحاجات الفسيولوجيه، الحاجه للامن، الحاجه الى الحب، لكن مع ذلك انه الفرد لا يستطيع ان يتكئ بهذه البساطه وكانه يمهد بصوره سلبيه الطريق المفتوح لتحقيق الذات، وانما يتطلب جهدا وضبطا وسيطره ذاتيه وعملا شاقا. يعني رغم انه احنا نحقق الحاجات اللي تسبق تحقيق الذات، لكن لا يعني ذلك انه اصبح الطريق سهل لتحقيق الذات. احنا لاحظنا بمواصفات الشخص المحقق لذاته في هناك كثير من الامور يجب ان نقوم بها حتى نصل الى تحقيق الذات، او حتى بعض الاحيان تكون هذه الامور مؤلمه. لذلك بعض الاحيان شو يكون انه ان يبقى الانسان في مكانه هو اريح اليه واكثر سهوله مما انه يقوم باعمال قد تسبب له مخاطر، قد تسبب له نبذ من الاخرين وغيرها من الامور. وبما انه الشخص المحقق لذاته يختبر ذاته باستمرار ويتحداها باستمرار، ذلك يحتاج الى الشجاعه، يعني دائما يراجع نفسه ويعيد وينتقد ذاته وهكذا، فهذا تحتاج الى شجاعه للتخلي عن وضع الركود والامن والروتين المستمر والسلوك اللي يحتاج عليه الفرد، لان اذا غير سلوكه، اذا غير اتجاهه، معناته يحتاج الى عمل، الى امور معينه، الى افكار معينه. فيقول لك انه انا ابقى هكذا افضل مما امر بتجربه وقد تكون هذه التجربه مؤلمه. كيف يفسر ماسلو العصاب، يعني المرض العصابي؟ يرى انه السبب الاول للامراض النفسيه هو الفشل في اشباع الحاجات الاساسيه، لان هو انه يقول الدافع للانسان هو هذه الحاجات، فاذا الفشل فيها يؤدي الى العصاب. يعني الفشل في اشباع الحاجات الفسيولوجيه، الحاجه للامن، الحاجه للحب والتقدير وتحقيق الذات. فماسلو يشير الى انه يجب ان تشبع هذه الحاجات، واذا ما تم اشباعها اصبنا بالمرض. وكل ما دنا المستوى اللي عنده تحبط الحاجة، كل ما زادت حدة عدم الإشباع. إذا أنه مثلا إحنا ما استطعنا إشباع الحاجات الفسيولوجية، الحاجة للطعام للشراب، معناته شنو؟ زادت عدم الإشباع وزاد الإحباط، ومنها شنو؟ زادت خطورة المرض. فهنا مثال على الشخص اللي أشبع الحاجات الفسيولوجية لكن هو ما يستطيع إشباع الحاجة للأمن، فهذا حقيقة يظل الشخص مضطرب من شخص آخر، أكثر يعني اضطرابا من شخص آخر أشبع حاجات الفسيولوجية وحاجات الأمن والحب. والشخص اللي أشبع الحاجات الفسيولوجية وأشبع الحاجة للأمن وأشبع الحاجات للحب والانتماء وأشبع الحاجة للتقدير، هو أقل اضطرابا من الشخص اللي مثلا أشبع الحاجات الفسيولوجية فقط. وهكذا أنه إذا كل ما تم تدني مستوى
إشباع الحاجات زادت خطورة المرض.